متهيألي قفلت معانا. حاجة عايزة تقوليها تاني يا دكتور؟ هي قالت الأسد اللي بيكلمها، الأسد لما يكون بيتكلم معناها إن هي في فعلا في حياتها هتحصل يعني حصولها على خير مع شخص معين وهيرفع من قدرها قوي قوي، بس أنا عايزاها تلتزم شوية وتبعد عن أي حد وما تبصش لأي حد بس، فإن شاء الله ربنا يقدر لها الخير يا رب. الله أعلى وأعلم. مين معايا تاني؟ معايا أحلام. أحلام ألو؟ ألو؟ اتفضلي يا أحلام. إزيكم يا دكتورة؟ أهلا بيكي يا أحلام. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت بالصحة والسلامة يا حبيبتي. بقول لك يا دكتورة، أنا حلمت حلم، أنا عندي خالتي تعبانة عندها جلطة يعني. ألف سلامة عليك. اتفضلي. أنا سنة كان حلمت إن أنا قاعدة في بيتها وهي خدتني عند بيت جدي في البلد. بس بالعباية بتاعتي البيت العادي، الجلابية بتاعتي البيت، وبقول لها استنى أغير، قالت لي لا وخدتني. بس ركبنا أنا وهي زي طيارة، بس شكل طيارة بس لا، يعني بيبقى فيها مكان واحد بس راكبين فيه أنا وهي. ورحنا احنا ورايحين مكان بجدي، دي عطلت شويه ووقفنا في الطريق. تمام. وقالت لي خلاص شويه وهنوصل، وكانت بتدي فلوس لابن ابنها كان اسمه محمد وقاعد معانا. تمام. ايوه معاكي يا حبيبتي كملي. بس كان جميل قوي، مش شبه ابن ابنها، كان شعره اصفر وعينيه خضراء وكان امور. وهو في الواقع عينه مش خضراء؟ لا لا مش شكله كده خالص الواقع، هي شايفته شكله احلى من شكله الحقيقي. ابن ابنها طفل. تمام بالظبط. وكانت بتديله عشرينات في ايدها، وبقول لك بعدين وقفت الطياره ولسه فاضل شويه ونوصل، قلت لي خلاص قربت يعني. تمام. بعدين نزلت منها لقيت ثلاث شباشب بتوعي انا واقعين في الطين، نص البحر نص ميه ونص طين، هم واقعين في الطين وانا اخدت واحد ومشيت. انت منفصله يا احلام؟ كنت مرتبطه؟ لا انا مطلقه. كنت مرتبطه وانفصلتي؟ تمام. خالتك دي ظلمتك في حاجه؟ لا لا. طب كملي. بس ادي اول حلم. بقول لك الحلم الثاني برضه، الشباشب الثلاثه اخدتي منهم واحد؟ الحلم الثاني ممكن اقول حلم ثاني؟ طب هي بس بسرعه عشان انت معانا تليفونات. اتفضلي. ماشي. بس انا حلمت ان انا راكبه انا واختي وبتقولي تعالي اخد نور معانا، النور ده يبقى اخويا وبرده تعبان ما بيمشيش. وحلمت ان انا راكبه طياره انا وهي، وبعدين فجاه ببص في الطيار لقيت نور ده فارس ابني، وانا خايفه عماله اعيط خايفه يقع عشان الطياره ما فيش شباك جنبها. تمام. خايفه يقع، عماله خايفه عليه جدا، وهم وهي ونور عمالين يضحكوا وانا خايفه عليه جدا. اختك ونور بيضحكوا؟ بالظبط. بس نور ده طلع ابني مش نور اخويا. اسمه نور في الحلم. تمام. وانا خايفه عليه انه يقع من الجنب وبعيط عليه جامد خايف عليه. تمام. بس كده؟ بس هو ابنك حلم. ابنك عنده ظرف كده نفسي او صحي؟ لا عادي. عامل ايه صحيا؟ لا يعني لا، هو انا شايفه ان هو في حاجه في الواقع. تمام. وانا شايفه ان انت متوتره قوي قوي بسببه. بيعاني من ايه؟ هو قد ايه ابنك؟ عنده 6 سنين، تعبان تعب وراسه يعني. ايه يا بنتي؟ طيب ما انا بتكلم، انا شايفاه في حاجه الولد. تمام. ايوه صح. تمام تمام. بس طب انا النهارده حلمت ان انا كنت حامل وولدت، جبت ولد. ولد شكله ايه بقى؟ شكله لا حلو، امور صغير. امور وصغير؟ لسه مولود، وانا حلمت ان انا مش والده عند امي، ده بعيد عن ماما. كنت بعيد عن ماما؟ تمام. بس انا عايز اعرف، انت حد من الاقارب زي مثلا مثابه خالتك دي حد ظلمك؟ يعني مين؟ خالتي، بس مش هي اللي انا حلمتها، دي خالتي ام طريق هي اللي ظلمتني جامد. يبقى هي مجرد رمز. تمام تمام. يبقى هي فعلا في خاله، عشان انا شفت ان الخاله هنا ظلمتك. فانت بتقولي لا في خاله ثانيه. خالتك دي هي الرمز ليها، هي بتقول شويه، فبتمنى من الله ربنا يسترها معاها ويعافيها. وفي انفصال فعلا، الثلاث شباشب دول انفصال، وواضح ان انت عندك ولد واحد صح ولا عندك تاني؟ انا عندي ولد. بس انا منفصل ما شاء الله. طيب ماشي تمام. انت بتقولي لها معلومات عن نفسها. بقول لها معلومات عن نفسها. طيب بصي يا احلام، اولا هي الرؤيه بتاعت ابنك دي، الموضوع بتاع ابنك انا مش شايفه ان هو مستاهل التوتر النفسي اللي انت عايشاه. انت بتقولي ان هو عنده تعب وراس، انا مش عارفه هو واصل لايه، بس انا مش شايفاه حاجه جسمانيه. علشان اخوكي المريض لما يجي يضحك في الرؤيه يبقى ابنك انت ما فيهوش حاجه. يبقى ابنك ما فيهوش حاجه، انت متوهمه ان هو عنده حاجه نفسيه. انا شايفاه ان هو ممكن يكون حاجه نفسيه بسبب الانفصال، بسبب ظروف بقى وقع، شاف حاجه في المشاكل بتاعتك انت وزوجك. عندك الرؤيه اللي شفتي فيها نفسك وولدتي وجبتي ولد، انا شايفه ان في بشاره خير ليكي بامر الله تعالى،
وباذن الله تبشرينا بيها قريب باذن الله، عشان هي حاجه قريبه ليكي جدا جدا جدا، هما خبرين حلوين ليكي. والله اعلى واعلم.